الله، مالك يا ابو ليلى؟ بنت حنان، عايزك تروحي تقولي لفاطمي تجي لي عند الجميزه المحروقي، عارفاها يا بنت؟ ايوه. ولا اقول لك خليها تجي لي عند المصرف المردوم. عوام يا بنت. حاضر يا اخويا فريري. خدي يا بنت، خدي اختك حميها وفليها جوه. يلا يا محمد، يا محمد يا ابن ابو العيلي. يا حلاوه بيت العمدي، يا جمال بيت العمدي، يا مياصد بيت العمدي. ما تروحي يا بنتي يا سعاد انت ورسميه البيت العمدي تجيبوا لنا حبه مسخره كده وتيجوا. ليه يا اختي؟ هو انا زي غيري الا المسخره والحرمانيه؟ هي الواحده ليها ايه غير سمعه؟ طب اختشي يا بنتي انت وهي، فاطمه ما تعملش كده ابدا. اتلمي يا اختي انت وهي، اتلموا. فيه ايه؟ هو انا بقى عشان ساكتالكوا هتفضلوا تدبقوني في الراحه وفي الجايه؟ جرايه يا اختي منك ليه؟ ما تلمي معزك يا اختي، لمي المعزه دي ولمي المعزه دي كمان بدل ما انا اللي المهم لك. ده انتوا ليه دور وراكوا؟ هيلاقوا وراكوا بلاوي متلتله. جرايه يا اختي، حد داسلك على طرف؟ وهو ده مين يا حبيبتي اللي يقدر يدوس لي على طرف؟ ده انا اقطع خبره كده من الدنيا قبل ما حتى يفكر يعملها. ولا ايه يا حمدي؟ يا اختي يا بختي من كان العمده. يا اختي امك انا يا اختي اقول لك ايه؟ خلاص يا فاطمه، انت كنت فين يا ولا؟ انت كنت فين يا يا محمد؟ خلاص يا اختي، انا مش قلت لك ما تبعدش بعيد عن الدرب؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت ولا ما قلتش؟ فين ابنك الصدى دي؟ خلاص يا فاطمه صلي على النبي. امال يلا يا اختي، يلا يا اختي انت وابنك محمد. يلا يا حبيبتي غني يا مره منك ليه؟ يا حلاوه بيت العمدي، يا جمال بيت العمدي. معلش معلش اسمعي يا اختي، اما اقول لك ابو العيل هيستناك عند الجميزه الناشفه انت والعيل وام. ماشي يلا يا اختي يلا. يلا يا ولا. ضرب ابوسك ده ليه؟ انا قلت زيارتك للاوليه هتفرد لك وشك. ابعد عني يا عثمان ومالكش صالح بيه. ده بينك شايله الهم بصحيح. ابعد عني السعاد يا عثمان. هو انت هتعرف مالي ولا الا اقلب لي حالي؟ فيه ايه يا وليه مالك؟ ايوه مش حاسس بالنار اللي جواي، مش حاسس بالسكاكين اللي بتقطع في كبدي. ده بينه بجد؟ لا سلامة كبدك يا روح قلبي ونور عيني. الكلام دي من قلبك؟ ايوه طبعا من قلبي، حتما اي كلام بقولهولك بيطلع من قلبي. لا الكلام دي من ورا قلبك. ايه يعني؟ لا كده نافع ولا كده نافع. يعني انت بتحبني بصحيح؟ فيه ايه يا هبله انت؟ هو احنا لينا غير بعض؟ طب امال انت ليه عايز تتجوز علي؟ شوفي بقى يا حفيظ، عشان نقفل الموال ده وما نرجعش ليه تاني، انت عارفه انت ايه بالنسبه لي؟ ده انت عشره عمر، ده انت النور اللي انا بشوف بيه، وانا وانتي فاهمين بعض كويس قوي، وكل واحد فينا عارف هو عايز ايه من التاني والتاني عايز منه ايه. بصي انا عايزك بقى تفهمي الكلام اللي انا هقوله ده وتتمعنني فيه كويس. انا عمري في حياتي عملت حاجه من غير ما اخد مشورتك الاول؟ لا بتشورني. وفي كل كبيره وصغيره مش كده؟ ايوه. شفتي بقى؟ يعني حتى الموضوع الحساس ده اللي هو موضوع جوازي ده اني وانت قعدنا اللت ونعجم فيه ايام، ولو سالنا ايتها حد بره مش هيصدق ولا الكلام ده يدخل له عقل، مش كده؟ ايوه يا بنت. اني وانت فوله واتقسمت نصين، انت نص واني نص، والفوله دي لا يمكن ابدا تبقى ثلاث انصاص. يا بنت انا بعمل كل ده عشان مصلحتك انت قبل مصلحتي. مش قادره يا عثمان، مش قادره يا راجل. تمام يا حضره العمده. في ايه يا قلب؟ الست اللي اسمها راويه بره وعايزه تقابل حضرتك. ما قالتلكش عايزه ايه؟ قالت لي عايزه ايه؟ عايزاك في حاجه مهمه. طب هو ابهاتها يلا. اتفضلي اتفضلي يا ست راويه. طب اوعى كده وسع من سكتي. العوافي عليكم.
يا اهلا اهلا. لو انت فين يا سي العمده عتمان؟ ده انا قلب عليك الدنيا وبدور عليك من بدري. ليه خير؟ اصلا يا اخويا كنت ماشيه ناحيه دارنا القديمه شفت الجدع ده اللي اسمه يو بتاع الطاحونه، ابو العيله، كان ماشي هناك طرف البلد وانا سامعه يعني انك بتدور عليه، فقلت اجي اقول لك بنفسي. احنا متشكرين منك قوي، الف شكر. طب بالاذن يا سي العمده عتمان. اذنك معاكي يا اختي، الف سلام. غفير وائل، لم الغفر بالسلاح وحضر الكريته. أنا خايفة. خايفة من إيه بس يا منار؟ ما إحنا بنهرب عشان ما نخافش، ما إحنا لو فضلنا هنا هنفضل خايفين. يا محروس، أنا لو سمعت عن واحدة إنها هربت من الكفر مع واحد هغلطها، حتى لو كانت هي بتحب وهو بيحبه، لأن هي كده هتركب أهلها العار وهتحزنهم عليها كمان. يا منار، وإحنا في إيدينا نعمل إيه بس؟ يعني أبوك وأمك هيقدروا على العمدة؟ قولي لنا يعني، ها؟ مين يعني يقدر يحميني؟ قولي لي. مش عارفه يا محروس، بس اني راسي من داره. بس يا مناري ما تقطعيش قلبي عليكي، بتعيطي ليه بس يا مناري؟ ما احنا كنا خلاص اتفقنا. يا محروس، اني بحبك زي نفسي، اكنك نفسي تمام، بس اني ما اقدرش اهرب وحزن اهلي علي. يا مناري، ابوك وامك لما يعرفوا انك مبسوطه وفرحاني هم كمان هيبقوا مبسوطين وفرحانين. يلا يا مناري، يلا احسن قبل ما حد يشوفني. يلا استنى بس يا محروس، استنى شوي. خليني معانا شوية والنبي يا خالي، هانت كلها شوية ونخرج برا البلد. ما بلاش تاخدوها معاكم، انت مش حاملة بهدلة. أنا خايفة أتعبكوا وأعطلكوا في الطريق. يا أبوي ما تهمليها يا فاطمة، دي ولية كبيرة مش حمل بهدلة يا بنتي. غصب عني يا شيخ محمود، إحنا مع بعض على الحلوة والمر. مش عارفة أقول لكم إيه على كل اللي عملتوه معانا، وعلى الهدوم وعلى الزواد اللي اديتهم لنا. ربنا يخليكم يا رب وما يحوجكم أبدا. بلاش أنا يا فاطمة، سيبونا أنا هنا. وده كلام برضك يا خالي، ده كلام، ربنا يهون علينا إن شاء الله. بتقولي إيه يا فاطمة؟ ربنا يهون علينا يا خالي. خلي بالك من نفسك يا فاطمة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا شيخ محمود، ربنا يخليك لي. مع السلامة يا فاطمة. ادعي لنا يا شيخ محمود، ادعي لنا والنبي انت تعودك مستجابة. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا بنتي. أمين يا رب، أمين. يلا يا عيال، يلا يا خالي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. على السلامة.